عام 1962، خليج الخنازير، كوبا. هنا كاد العالم يدمر نفسه. هنا لامست أمريكا الحرب النووية مع الاتحاد السوفيتي. ذلك الخطر بددته معاهدة وقعت عام 1987 بين الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان والزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف. المعاهدة تمنع روسيا وأمريكا من اقتناء صواريخ باليستية تنطلق من الأرض يبلغ مداها بين 505,500 كيلومتر. ببساطة ذلك يعني أن كلا البلدين يتخليان عن القدرة على ضرب الآخر من أرض ثالثة. خف بذلك التوتر الذي اجتاح أوروبا بشكل خاص خلال الحرب الباردة. لكن الرئيس دونالد ترامب أعلن لتوه الانسحاب من المعاهدة. هنا في واشنطن يريد الرئيس ترامب ومعاونوه الخروج من الاتفاقية التي يعتبرونها كارثية على المستوى الاستراتيجي. بالفعل عززت موسكو مؤخرا قدراتها في مجال الروس الحربية، ولكن ذلك لا يبرر بالنسبة لها إنهاء الاتفاقية. لا يبرر الخروج من الاتفاقية ببساطة لأن روسيا أصبحت أفضل فيما يتعلق بصناعة الرؤوس الحربية، الأمر الذي لا يمكن أن تتحمله واشنطن. هذا كله يعيد العالم إلى أجواء الحرب الباردة، وهناك لاعب ثالث في المعادلة هو الصين. ولهذا ربما تخرج واشنطن من المعاهدة لكي تستعيد ريادتها الحربية والاستراتيجية. هذه بداية سباق التسلح.